ولحد الان اطلبهم مال الشهر. شو تفسرها هاي؟ يجوز يدبر مال شخص واحد بس مال 22 لاعب او 23 صعب. زين، بشكل عام اداره نادي سامراء اعلنت عن تواجد نور صبري مع الفريق. لا موجود، لعب نور صبري، لعب اكثر من مباراه يمكن اعتقد. تحدث عن هسه الان بهذه الجولات الاخيره طلع نور من زمان طلع. ليش؟ ما اعرف بصراحه، ما اعرف الاسباب. شوف رغم علاقتي بيني وبين كابتن نور صبري بس ما اعرف اسباب خروجه شنو. تمام، من النوع اللي ما ادقق بهذه التفاصيل. على الرغم من وجودك بنادي سامراء كان بسبب أبل. نور صبري وسامر سعيد يعني هم اللي خابروك وجابوك للنادي. بالتاكيد يعني انا مع احترام لاداره نادي سامراء ومع احترام ايضا المحافظه سامراء، أنا مستحيل أروح لأمه كابتن سامر وكابتن نور صبري، مستحيل. كابتن سامر صاحب فضل علي وأخ كبير وتربطنا علاقة كلش طيبة بي، وأيضا تواجد نور صبري في هكذا مكان وأنا أكون متواجد وياه يضيف لي، لأنه بحجم نور صبري يلعب لسامر ليش ما يكون متواجد سيف. حلو، إيش تتوقع الفريق القادم اللي راح يحصل نادي سامر ويهبط إلى دور المظالم؟ ما فهمت، من الفريق الثاني او النادي الاخر اللي راح يهبط؟